اليوم احنا مجموعين عندنا فرصه كمنتخبون كمكاتب الدراسات كدوله عندنا فرصه باش ناخذوا باش نستخلصوا الدروس من الجائحه لان كورونا بالبيانات ديالها انا عرات على اخفاقات على مستوى البرمجه كيف حنا اليوم كنظنوا على مستوى السياسات العربيه وعرات كذلك كيفاش ما استطعش عندنا الطاقه الامنيه المنشوده بل ان واحد العدد كخويا اللي كانت ساهمت في تعميق الفوارق الاجتماعيه والفوارق المجتمعيه اذا لحظه تاريخيه خصنا نستحضروا كذلك فيها هذا المعطى ونستحضروا كذلك ماشي غير الجانب الاقتصادي والاجتماعي حتى الجفاف اليوم عطانا واحد الدرس اخر ضروره استحضار العامل البيئي وحنا كنبرمجوا وحنا بالاضافه للاشياء كيما كورونا نستحضروا كذلك العامل الصحي والعامل المجالي كيف جا في هذا الدرس كما نقاط اخرى تتعلق اليوم البرنامج التنموي الجديد يعني كيف قال الاستاذ الصحفي السوق توفر فيه الالتقائيه والتكامل والانسجام بين البرامج وبين الاستراتيجيات وبين كذلك التوجهات العامه وكذلك انه ماشي غير برمجه خص جزء كبير من الاختصاصات تنقل حقا واحدا نقل حقيقي فعلي نقل واحد العدد ديال الاختصاصات من المركز للجهات لماذا؟ لانه لتنزيل الفوري والسريع للقرارات باش تجاوب مع المخططات ومع المشاكل اللي عندنا القطاع التنموي اللي انا عاود كنت انايا هو القطاع الجهه قطاع وازن في الاقتصاد ديال الجهه اهم الاشكاليات اللي تعلمنا القطاع الفلاحي رقم واحد على حساب التدير شح الموارد المائيه تشكل السبب الرئيسي احدى اهم التحديات للجهه اليوم وحنا كفلاحه خصنا نمشوا في تصوراتكم في توجهاتكم في برامجكم المستقبليه انكم حاضر هذا المعطى اللي يهم من اهم الصعوبات اللي راح نختفيو من الغابه خصنا من الساكنه ديال الحبيب خصنا نمشوا اشنو اللي غادي يمشي الاشكاليه الثانيه هي اشكاليات الانظمه العقاريه ديال الخاطئه القطاعات الحكوميه الجماعه السلاليه تشكل اهم رصيد عقاري في لاحقه الجهه خصو كذلك تسريع ديال واحد العدد ديال النقاط باش يجي مزيان نقاط اخرى نتكلموا عليها الاخوان ما غاديش ندخلوا فيها غيكون سيبوالي مجالات اخرى اللي نطرحوها بشكل تفصيلي وفعلا ما انت عيطوا لنا وقلتنا خصنا نديروا عيطوا لنا قطاع الفلاحين خصو لقاء خاص لانه سي الوزير سيقول ان شاء الله وزير راه حضرت معنا مع سي الوزير راه ما بقاش عندنا الوقت شوفوا مع الوزير ما بقاش عندنا الوقت الوضعيه الراهنه اليوم المشاريع المنجزه راه وضعيه جد صعبه خص ضروره هادشي راه قلتو للسي الوزير في الحال قلتو للسي الحكومه قلتو للسي الوزير العلي بالماء قلتو لكم راه كنتو حاضرين في الاجتماع ديال الكبير اليوم في واحد الوضعية الفلاحة جد خطيرة والموضوع ديال التحويل ديال الماء ديال شمال غرب المغرب الأصل اللي فيها دكتور طلب البرنامج النووي البرنامج 100% الساقي والشرب اللي فيه 115 مليار ديال الدم الجهة ديالنا في هذا البرنامج اللي درو اللي غادي اش هي السدود اللي وقوف كاين سيدي ادريس التحليه ديالو 140 مليون متر مكعب كاين السد ديال على واد الزاط وكاين السد اللي في الشيشه يعني
ملي مون بروباج السد اللي غيكون على وادي السيد، ولكن كون تيقنا السيد والي بنا وضعيه خدنا هذا البرنامج. خصنا تدخل عاجل خارج البرنامج المدير. سير جو وستريكرا وحنا تبصنا لكم هذه القضيه سيد الرئيس الله يرحم الوالدين. راك بغيتي تشتغل وبغيتي تمشي مزيان، الفلاحه تنتظروا مني واحد الجهد في هذه البرمجه، في هذا الشيء اللي قالوا هو المرسل معايا. غير شي ما جاتش. شكرا سي حلو، شكرا لك.